السلام عليكم. الشباك يعترف بحدوث اختراق أمني كبير في منزل بني غانتس. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أقر جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك بحدوث اختراق أمني خطير غير مسبوق في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس بعد القبض على جاسوس لصالح إيران. وشدد الشباك بحسب الإذاعة الإسرائيلية على أنه سيجري فحوصات أمنية على عدد من الموظفين. وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية أمس أنها اعتقلت عامل نظافة في منزل وزير الدفاع بني غانتس بتهمة التجسس لصالح إيران. وأكد الشباك أن اتهامات وجهت رسميا إلى عامل النظافة في سن 37 عاما المدعو عمري غرون، وهو من سكان مدينة اللد، عمل مع شريك له في منزل غانتس منذ عدة سنوات. ووفقا لبيانات أجهزة الأمن الإسرائيلية، تواصل هذا الموظف بتلقاء نفسه مع مجموعة الهاكرز بلاك شادو التي تعد مرتبطة بحكومة إيران، وعرض عليها التجسس على وزير الدفاع لا سيما من خلال تثبيت برامج تجسس على حاسوبه. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.